الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. أمي. نعم يا غزل. هو أنا كده يا أمي مش هشوف ماما تاني؟ أيوة يا غزل، خلاص مفيش ماما تاني يا غزل يا حبيبتي، خلاص ماما راحت عند ربنا، ماما في الجنة دلوقتي في مكان أحسن مننا كتير قوي. طب هي بتعمل إيه يا أمي في الجنة؟ ماما قاعدة في الجنة يا غزل. طب يا أمي عايزة أقولك على حاجة. اتفضلي. هي ليه ماما راحت الجنة وما خدتناش معاها؟ طب ليه يا أمي؟ أنا بحب ماما قوي. وأنا كمان يا غزل صدقيني بحبها قوي. بس يا غزل أنا عايزة أقولك على حاجة، هو ربنا عايز كده يا حبيبتي. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك يا ماما. مالكو يا بابا؟ انا ماما وحشتني يا بابا. وانا كمان يا بابا، ماما وحشتني قوي. الله يرحمها. وحشتنا كمان يا بابا. بس عايزه اقول لك على حاجه. قول يا حبيبتي. بس اوعى يا بابا تعمل زي ماما وتروح عند الجنة يا بابا وتسيبنا انا وامنيه لوحدينا. بعد الشر عليا يا غزل، بعد الشر عليا حبيبتي يا غزل حبيبتي. طب يا بابا احنا عايزين ماما يا بابا. خلاص يا حبيبتي خلاص، مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ ايوه يا بابا خلاص اتكلمنا كتير في الموضوع ده. وانتوا قويين صح ولا ايه؟ صح. انا عايز اقول لكم على حاجه. اتفضل. انا بصراحه بقى تعبت من الشغالات الياما دي، ويجوا هنا يبوظوا الحاجات ويسرقوا الحاجات وهم ماشيين، صح ولا ايه؟ وانتوا أيوة مش مرتاحين مع ولا شغاله انا جبتها. طب ما ايه الحل يعني يا بابا؟ ما فيش حل، هتعمل ايه طيب؟ حل؟ الحل بقى انك اتجوز. تتجوز؟ تتجوز؟ اه اتجوز. يعني ايه تتجوز يا بابا؟ ازاي يا بابا؟ اتجوز يا حبيبتي، يعني اجيب لكم واحدة هنا تقعد معاكم تاخد بالها منكم. احنا مش عايزين حد يا بابا. ايوه يا بابا احنا اللي بنحب يا ماما. يا حبايبي انا عايز اقول لكم على حاجة، انا تعبت برضه، كل ما اعمل لكم سندوتشات، الحاجة بيعمل سندوتشات؟ يعني ينفع كده أغنية يعني؟ طيب؟ بابا وانا بحبكم ومش عايز ازعلكم. بابا يعني انت خلاص هتتجوز؟ ايوه اتجوز. يعني يا بابا ربنا هو اللي عايز كده؟ ايوه ربنا هو اللي عايز كده. ماشي يا غزل، واقول لكم على حاجه برضه، العروسه انتوا اللي هتختاروها. ازاي يعني؟ ازاي يا بابا اللي هنختاروها؟ ازاي يعني؟ هقول لكم بس استنى. ليه؟ ازاي بابا هيتجوز؟ وبعدين بصراحة يا غزل أنا مش عايزة حد معايا، أنا عايزة ماما بس. ها ازيك يا حاج؟ ازيك يا أم سندس؟ عامل ايه يا حاج؟ عامل ايه يا أم سندس؟ الحمد لله. والله الله عجزت يا حاج. اتفضل. جاي في معادي اهو. اه طول عمرك في معادي من أيام أبويا. بحترم المواعيد طول عمري. اتفضل يا ام سندس. والله عجزت يا ام سندس. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ام سندس، اتفضلي بيتك. بناتك دول يا حاج؟ اه أمنية الكبيرة. بسم الله ما شاء الله. مغزل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. بابا هي دي عروسة يا بابا؟ انت عايزين اتجوز ام سندس؟ يا سيدي فوق الستين. انا عايز اقول لكم على حاجه، ام سندس دي خطبه. خطبه؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، ابوكم بيحبكم قوي يا بنات. ما احنا عارفين ان هو بيحبنا، واحنا كمان بيخاف عليكم كمان. ده كفايه الحاج بنفسه كان بيعمل لكم اكل. الله يخليك يا ام سندس. ده بنروح الشغل وعمال يفكر فيك ومش عارف يركز في الشغل. انا فأنا بقى ايه؟ جايب له عروسه جديده. عروسه؟ ايوه، خايف عليكم بيحبكم. عايز اقول لكم بصي كده بقى يا بنت انت وهي في ايه؟ واحده واحده يا ام سندس، عايز اقول لكم على حاجه، ام سندس ديت اللي مجوزه ابويا الحاج الكبير. هي اللي مجوزه جدك؟ اه امال ايه؟ ده انا كنت بشوف ام سندس دي وانا قدكم كده. مع ان الحاج ابوك ما كانش بيعجبه حاجه ابدا. اه ما انت ياما ضحكت عليه برضه. ضحكت عليه ايه؟ وانا عايز عشان العيال يختار. خلاص يا ام سندس. بسم الله. استنى بص بقى يا امنيه انت وغزل. نعم. هي اول واحده اهي.
هي هتوريكوا العرايس وانتوا هتختاروا. انا مش هختار حاجه. بس ايه ده؟ ايه ده؟ بس في فرنسا ودمها حديده. حديده؟ اسمه حديده. اعمل له ايه انا؟ الله ينور عليك يا ام سندس، من ايام ابويا كان دايما تجيب عرايس. الله اكبر. ابوك ما كانش بيعجبه حاجه، كنت بجيبه عليك. ملاك انا عارف ام سندس، هات اللي بعده. شايل عيني. لا سمى البطة. بطة؟ بتمشي شبه البطة. يا عم اختار. لا لا يا بابا وحش برضه. لا ندى جولجول. طب وريني اللي بعديها. عايزة اشوف اللي بعدي. دي بقى هي باربي. باربي؟ لا احنا عايزين قبليها. قبليها؟ ما برضه كويسة. لا دي فرنسا وحبيبة. لا قدام اكتر. البطة؟ لا دي. ايوه انا جول جول. ايوه يا خلاص استقريتوا على دي. انا عايز اقول لك بقى، انا جول جول دي بنت ناس محترمة جدا 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 ومتربية يا حاج. طبعا ام سندس انت هتجيب اي حد ولا ايه؟ ايوه يا حاج. ام سندس دي كده هتعجبك قوي يا حاج. والله بسم الله ما شاء الله، كلم ومبادئ واخلاق. خلاص استقرينا على ديت. تمام يا امنيه. ايوه يا بابا خلاص يا غزل. ايوه يا بابا انتوا اللي اخترتوها اهو. تمام تعالى يا حاج. ولا نجيبوا باربي اللي بعدها؟ لا شعرها لغايه رجليها يا حاج. من دي شعرها بتلف لفتين كده. دي ايوه يا حاج. ماشي يا ام سندس. و55 كيلو. نعم هي 55 كيلو. بص يا ام سندس، انا مش عايزها عشان شعرها ولا عشان كام كيلو، انا عايزها انها تيجي تخدم العيال من الاخر. انت عايز يا حاج؟ شايفه الحاج بيحبكوا ازاي؟ ايوه احنا كمان بنحبه. ادعوله بقى ادعوله. ربنا يخلينا يا بابا. عايز اقول لك على حاجه يا ام سندس. اتفضل يا حاج. فاكره لما جبت لابويا عروسه؟ انا واحده فيهم اللي من ضمنهم. اخدت منه كام؟ بصراحة؟ ألف جنيه. ألف جنيه؟ لا بارك لك أم سندس. تعرف الألف جنيه زمان كان قد إيه؟ قد إيه؟ كان يشتروا مرتين. مرتين؟ بس هي كانت جميلة، خلي بالك. بسم الله ما شاء الله. أنا عارف. هي كانت قد كده بس. اتفضلي برجلك اليمين. اتفضلي يا عروسة. تعالي يا أمنية. تعالي يا غزة. لا هي بابا مش هي دي. هي ام سندس وانا هتقع عنها. مش هي اللي في الصورة. لا هي دي. ايه ده؟ اسمكوا يا حلوين. دي غزل بقى الصغيرة. تمام ودي امنية كبيرة. بابا يا حاج ما لقيتش اسامي احسن من كده. حاج احسن من ايه؟ امال هالاسامي ان شاء الله نغيرها عشانك ولا ايه؟ وحشة. لا حبيبي وحشة بس بابا. ها. ايه ده يا بابا؟ دي وحشة قوي وكمان شوف طريقة كلامها. ايوه مش هقول لكم على حاجة، مش انتوا اللي اخترتوها؟ ايوه منك لله يا ام سندس. منك لله ما تجيبش حاجه عدل ابدا. دول حاجه حاج. الله ولا حاجه. بابا ده وحش قوي يا بابا. بس بقى يا غزل انتوا امنيه، ده انا دافع 5000 جنيه سمسره لام سندس. بس بقول لك يا حاج، ما انا دافع في الجوازه دي 3000 جنيه سمسره. لا 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 ابوك دافع 3000 جنيه. 3000 جنيه. عايز اقول لك على حاجه، ام سندس حلفت لي على 100 مصحف اللي انتوا عيله بخيله وما دفعتوش جنيه. احنا عيلة بخيلة. ايه اللي قالت كده؟ خلاص انا اخد بعض وامشي من هنا. بس استنى اقول لك على حاجة. امنية دول امنية وغزل اغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها، اللي زعله زعلني. تمام؟ هتقولوا لي يا ماما؟ ماما؟ بس انت رؤيك ماما ليه ان شاء الله؟ ماما خلاص عند ربنا، هي ماما واحدة بس، ما احنا مش هنقول لك ماما ابدا. بصي انا بقى هعرفك انت ايه. انت هنا بابا جايبك عشان تغسلنا هدومنا، عشان تعملنا اللي احنا عايزينه، عشان تاكلينا وتفطرينا وتغدينا وتعشينا، بس مش خدامه يعني. بالظبط. انا خدامه يا حاج. لا ده بيحرقوا معاك. انا خدامه يا حاج. بيحرقوا معاك قلتلي. بقول لك يا حلوه انت وهي شكلهم كده شاطرين وهتغلبوني معاك. لا 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 انا ماما. لا تقولوا لي ماما شالكوا فوق هنا. بقول لك ايه يا جوده؟ بقول لك ايه؟ تعالى كده عشان اوريك الاوضه بتاعتك. بس استهدى بالله. هيقولوا لي يا ماما؟ لا لا بس هتقول لا لا واحده واحده. لا لا تعالى يا جورج هنا واحده واحده. في ايه؟ في ايه؟ وانتوا عيال
ايه يا بابا؟ تقولوا خدامه في وشها كده. مش كده؟ لا كده يا بابا واكتر كمان. انا دافع في الجوازه دي 3000 جنيه سمسار، مش هشرب اخدام. تعالى اوريك الاوضه بتاعتي، تعالى ريحها يا عيال. اقعد اقعد. بصي بتعمل لي ازاي؟ خلاص سيبيه اتفضل. تعالى اوضتك اهي. امشي قدام يا حاج. منك لله يا ام سلمى. اتفضلي يا عروسه، خدي برجلك اليمين. منك لله يا ام سلمى. اتفضلي، دي اوضتك بقى المتواضعه بقى اللي هتعيشي فيها هنا. هي مالها كبيره قوي كده ليه؟ ايه رايك بقى في الاوضه؟ دي اصغر اوضه شفتها في حياتي. بامان بامان. نورت نورت بيتك يا عروسه. ده نورك، ده نورك يا حجوج. ما يخليك، انا عايز اقول لك على حاجه. قول. اوعي تزعلي من البنات خالص. تمام؟ زعلانه منهم يا حجوج، بس انا مش خدامه. ايه ده؟ لبسها الفستان ازاي ده؟ يا حجوج. ايه؟ انت عارف ده بكام؟ بكام؟ ب 3000 جنيه. ده؟ يا حجوج. ربنا يخليك يا ام سندس. ربنا يخليك يا ام سندس. حجوج. بقول لك ايه؟ دخلتي النهارده. طب تمام انا عارف. يعني عايزك بقى تشغل لي اي حاجه. طب تمام. هتجيب اي حاجه؟ اي حاجه؟ شغل اي حاجه حبوب. لا ما ينفعش. انا عايز اقول لك على حاجه، البنات امهم ميته، ممنوع هنا تشغلي اغاني ولا تشغلي اي حاجه. لا حجوك، امهم ميته ما تتجوزش حجوك، ما تجوزيش ليه دخلتي؟ مش كفايه بقى داخله سكتي كده من غير فرح وكذا؟ انت بتعملي كده ليه؟ غزال. ايه يا امنيه؟ اوعي تقولي لها يا ماما. ماما واحده بس يا غزال. قلبك ايه؟ مش هقول لحد تاني يا ماما. وبعدين كمان بابا بقاله نص ساعه عمال يوريها الاوضه. ايوه ايه ده؟ كده كتير قوي. وبعدين كمان يا غزال بقى انا عايزه اقول لك على حاجه، مش بابا قال ان هو جايبها تحضر لنا الفطار والغدا والعشاء وتخدمنا؟ ايوه. واحنا دلوقتي ايه؟ جعانين. جعانين. احنا بقى هنخبطوا عليها وقلنا تعالي حضري لنا الغدا. ما هي مش هتقعد بقى وترتاح، احنا مش هنسيبها ترتاح. ما فيش حد يقدر ياخد مكان ماما ابدا. ماشي يلا قوم يلا. اللي هو ازاي يا حجوك؟ الحركات بتاعتك دي. انا بتكلم معاك عادي راجل لست، يعني تتكلم معايا؟ انا مراتك يا حجوك. وانت بقى عايزه البنات يقولوا لك يا ماما؟ انا اطمنت والله، والله العظيم انا اطمنت. انت قلت لي هيقولوا لي يا ماما. بس واحده واحده كده اكسبيهم. طب يلا شغل لنا اي حاجه. خلاص هشغل لك حاجه كده للست ام كلثوم، الحب كده. حجوك. انت من سنك كام؟ قول لي ما تخافش، انت من سنك كام؟ بتتكسف طول سنك صح؟ منك لله يا ام سمس. بقول لك عايزه حاجه هلس. خلاص هلس. شغل لك بقى عبد الحليم حافظ، موعود موعود قلبي بالعزاء. بقول لك حاجه هلسه حجوج، يعني تفرفشني تشهيصني حجوج. واحده واحده بس. في ايه؟ طبعا مش هتعرف ولا تفرفشني ولا تشهيصني، يعني مش هتشغل حاجه هلس، يعني انا اللي هشغل صح؟ بص اللقطه دي شعب قوي. بص والله دي نفسيا قلب سفرية، ما بقتش قادر اكمل بكايا في العين علم، حتى اللي مني خزني قصدته من زمني. بك يا امي كرامك يا امي حاجات واحد واحد مش حرام. حاجات واحد 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 مش حرام. بص نسيتها كل واركب عالسلام، هو كده وسيك ومعدش الاحترام، هو كده وسيك ومعدش الاحترام. اللي باع لما باع كان الهوى، بس بعده كان لازم كان الهوى. اللي باع لما باع كان الهوى، بس بعده كان لازم كان الهوى. ربنا يديم الهوى طمع منا سوا. ¡Suscríbete al canal!
قالوا لي كل حاجة زودوا لي في همومي. أما يلا يلا خبط ليه؟ بس الباب بيخبط العلاج أكيد زعلانين من الأغاني اللي أنت مجنونة. أنت بتصغرني على فكرة. لا بتصغرني كده يا أم سندس شعبي أوي كده يا أم سندس شعبي مش للدرجة دي.